مرحبا بكم، كيف الحال؟ في المرة السابقة رسمنا شجرة، لذلك نتطلع لما سيظهر هذه المرة. لذلك ما رأيكم في الانطلاق مباشرة في رحلة قصتنا بتلك القلوب المتطلعة؟ كان يوجد بجوار الشجرة بركة صغيرة، وقال الدب: يمكنكم الشرب من مياه هذه البركة إذا كنتم تشعرون بالعطش. شرب السنجاب والطائر من مياه البركة، وقال الطائر: هذه أجمل مياه شربتها في حياتي. وقال السنجاب: إنها حقا منعشة. نعم، شرب أصدقاؤنا من المياه بجوار الشجرة، مياه منعشة جدا. لذلك ما رأيكم أن نرسم بركة؟ الآن هيا نرسم دائرة طويلة بشكل جانبي. نعم، هذه هي البركة. هل نرسم بعض الأحجار بجوارها؟ نرسم دوائر صغيرة ومتعددة. شكل الأحجار يكون متعرجاً قليلاً، لذلك هيا نرسمها بشكل دائري ومتعرج قليلاً. صحيح، يمكنكم رسم كل المكان حتى هنا، ويمكن الاكتفاء بهذا أيضاً. ثم نرسم في البركة بعض الخطوط المموجة. لقد تعلمنا ذلك، صحيح؟ هيا نرسم منها الطويل والقصير. هيا نرسمها أيضاً باللون الأزرق. وبعد ذلك نلاحظ أن المكان بجوار البركة به بعض الفراغ. ما رأيكم برسم بعض الزهور هناك؟ نرسم الزهرة. نرسم جذعها أولاً هكذا، ثم نرسم الزهرة. ومن الممكن رسم الزهرة أولاً ثم الجذع. نرسم أولاً دائرة هكذا، ثم نرسم حولها دوائر مطولة هكذا. الجذع نرسمه لأسفل هكذا، وبجانبه نرسم دائرتين مطولتين هكذا لتعبر عن الأوراق. هيا نرسم واحدة أخرى. أولاً نرسم دائرة ثم حولها دوائر مطولة. ثم نرسم الجذع لأسفل هكذا، وبجانبه نرسم الأوراق كدائرتين مطولتين هكذا. والآن هيا نلون هذه الرسمة. هيا نلون البركة باللون السماوي بوضعه الجانبي. ويمكن التلوين بوضع القلم رأسياً أيضاً. يمكنكم التلوين كما تحبون. هكذا لوننا البركة. بعد ذلك نلون الصخور. الصخور تختلف عن البركة بأنها متعرجة، وسنلونها بطريقة أخرى لتوضيح ذلك الفارق.
نعم، هكذا لوننا كل الصخور. بعد ذلك نلون الزهور. هيا لنلونها باللون الذي تحبونه بشكل جميل. أنا سأختار الأحمر والبرتقالي والوردي. ثم ما رأيكم أن نلون الأوراق؟ سألونها بالأخضر الغامق وأيضاً الأخضر الفاتح، ثم ألون بالأخضر. أحسنتم يا أعزائي، والآن هيا نجهز الألوان المائية. في المرة السابقة وضعنا الألوان في الطبق، صحيح؟ بهذا سنحاول التلوين اليوم، ولكن ليس بإصبعنا، إنما سنستخدم الفرشاة. نجهز الفرشاة هكذا، ثم نجهز علبة الماء ونضع فيها الماء بهذه الكمية. يمكن ألا نضع الكثير من الماء، ويمكن أيضاً أن نضع ماء أقل من هذا. نضع حوالي النصف تقريباً. نعم، هكذا جهزنا كل شيء. والآن نغمس الفرشاة في الماء ونبللها هكذا. ثم نختار اللون الذي نريده، ونأخذ اللون هكذا، ثم نتأكد منه هنا. ثم يمكن أن نلون به فوق الورقة. أحاول التلوين باللون الأخضر الفاتح، لأن هذا هو العشب. وبوضع الألوان المائية أكثر، يكون اللون غامقاً أكثر، صحيح؟ وبالتلوين هكذا، يبدأ اللون في عدم الخروج هكذا، وأيضاً ينقص الماء. عندها يمكن أن نغمس الفرشاة في الماء ثم نضع في اللون مرة أخرى. ثم نلون مرة أخرى. بالتلوين فوق ألوان الشمع نجد أن اللون يبقى كما هو. مدهش، أليس كذلك؟ ألوان الشمع تبقى كما هي حتى لو لوننا فوقها بالألوان المائية. والآن لأنه يوجد ماء، نغمس الفرشاة في الماء ثم في اللون مرة أخرى. هيا نحاول هذه المرة الخلط باللون الأصفر، يكون اللون فاتحا هكذا، صحيح؟
هيا نلون العشب أيضا باللون الذي أصبح فاتحا، حيث أن ألوان الشمع ستبقى كما هي. لونوا فوقها كما تريدون. والآن اكتمل كل شيء يا أعزائي. ما رأيكم في محاضرة اليوم يا أصدقائي؟ لوننا اليوم باستخدام الألوان المائية. هل كان صعبا جدا؟ لكن لا تشعروا بأنها صعبة. إذا كانت صعبة جدا، يمكن التلوين كالمرة السابقة، نضع إصبعنا في اللون ثم نلون. لا يوجد نموذج محدد للرسم، كل ما ترسمونه سيكون صحيحا، لذلك ارسموا كما تحبون. هل تتطلعون للمحاضرة القادمة أيضا؟ لذلك إلى اللقاء في المرة القادمة أيها الأصدقاء الأعزاء.